السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة ديالي اللي دايرين ياسمين. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يكون كينالو الاعجاب ديالكم، ولا كيعجبوكم ما تبخلوش عليا بلايك وتابوناو باش يوصلكم كل جديد. وتبعوا معايا الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله غادي يعجبكم بزاف. غادي يكون الخبز معمر بالدجاج، كيجي رائع، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم. ونبدا على بركة الله مع المقادير. إذن على بركة الله، هنا عندنا 250 غرام تاع الدقيق الأبيض، 250 غرام تاع السميد الرقيق الفينو، عندنا 2 معالق كبار تاع الزيت، معلقة كبيرة تاع السكر، معلقة كبيرة تاع الخمارة، والملح، والماء على حساب الخليط. إذن على بركة الله، غادي نديرو الدقيق، نزيدو عليه السميد، ندير السكر، الخمارة، ندير واحد معلقة صغيرة نتاع الملح، نزيدو الزيت، غنخلطو هاد المكونات. دابا غادي نضيفو الماء، عندي هنا كاس ديال الماء اللي فيه 150 مليليتر، غادي نزيدو كاس الجوج يعني 300 مليليتر، غادي نزيدو واحد القطرة ديال الماء هنايا، صافي جمعتنا العجينة. دابا غادي ندوزو باش نديروها تدلك، تقدروا تدلكوها بيدكم ولا ديروها في العجانة، انا غادي نديرها في العجانة تدلك واحد 10 دقائق. هنا العجينة ديالنا كما شفتوا تعجنات، كتجي على هذا الشكل، هذا ما قاصحاش بزاف وما جارياش بزاف، تجي هكا صافي. دابا غادي نديرها في واحد البول، وغادي نغطي عليها مزيان ونخليها تخمر واحد نص ساعة، ونتلاقاو من بعد باش نعمروها. اذا متتبعيا، على حساب الحشوة غادي نحتاجو بصلة كبيرة مشلضة، كنقطعوها رقيقة بزاف، كنحتاجو صدر ديال الدجاج، كنقطعوها رقيق بزاف باش ما يتقبلناش الخبز من نعمروه، خصنا نقطعوه رقيق بزاف. كما كتشوفوا انا قطعته مرصيات صغارين، عندي واحد المعلقة كبيرة نتاع قزبر ومعدنوس، عندي 3 معالق كبار نتاع لاصوص طوماط، عندي 2 معالق كبار نتاع الزيت، هنا عندي الخرقوم، التحميرة، البزار، السكنجبير والملح. اذا غادي نبداو على بركة الله، غادي ناخذ مقلاة ندير فيها الزيت، نديرو البصلة ونديروها تشحر، تشحر عاد نديرو عليها الدجاج. صافي كيما شفتو معايا هنايا البصلة ديالي هي بدات كتهوي، غادي ندير عليها الدجاج. انا الدجاج خديت واحد 350 حتى 400 غرام، وغادي نضيفو الملح، ونحركو هادشي. انا هنايا خديت معلقه نتاع التحميره، معلقه نتاع الخرقوم، معلقه نتاع سكنجبير، ونص معلقه نتاع البزار، غادي نضيفهم على الخليط ديالي نتاع الدجاج والبصله. غنضيف عليهم لاصوص طوماط،
ديروا واحد الطحان تاع الماء وغادي نخليوه يطيب واحد 4 دقائق حتى 5 ومن بعد نتلاقاو باش تشوفوا التتمه تاع الفيديو. صافي انا من بعد ما طبنا بزاف كما شفتوا نشف غادي نضيفوا عليه الصبر ديال المعدنوس ولا غير الصبر اللي بغيتو نديرو خمس وحدات هذا نحاول انا تنضيف واحد التالي باش كيبقى النسمه ديالو باينه لان الا كنا في الاول النسمه ديالو كتمشي دغيا. صافي انا هنا غادي نطفي عليه وغادي نديرو شويه الطيبات باش من نعمر الخبز يكون بارد ما يبقاش ليا العجينه. صافي هنا العجينه ديالنا هي خمرات والحشوه حتى هي بردت. دابا غادي ندوزو باش نكونو الكويرات ديالنا ونعمروهم. ندير شويه ديال الدقيق هنايا وغادي نقسمو العجينه ديالنا هكا نقسموها على 8 هكا ولا 9 ديال الخبيزات. نخرج لينا 2 ديال الخبيزات صغارين كنحيدو هكا الدقيق وكنديرهم هكا كنرقوهم من الجناب ونخليهم الوسط غلاضين شويه. كناخذ شويه ديال العماره وكنبلعوا على هذه الطريقه هكا كنجمعوا القناه. كنديرو فواحد البلاصة دقيق هكا ونحطوهم نسالي كلشي عاد غادي نعمروهم. صافي انا هنايا ساليت الخبيزات ديالي كاملين كما كتشوفوا معليش واخا يتقبل لكم واحد شويه هكا معليش وصافي كنقرصهم بحال هكا. درت المقله ديالي تسخن ودرت فيها واحد شويه نتاع الزيت وكنقرصهم بحال هكا على هذا الشكل وكنديروهم يطيبو. النار ما نجهدولهاش بزاف كنديرو النار متوسطة صافي. كي كتحمرنا بحال هكا بجوج جهات كنحيدوها ونطيبو كاع الخبزات نتلاقاو من بعد باش فرشة المينات ان شاء الله. دام متتبعيه كما كتشوف معايا وصلنا لنهاية تاع الفيديو ديال اليوم. الخبز ديالنا كيجي على هاد الشكل هذا كيجي رائع الريحه ديالو شهيه والمذاق اروع وكيجي رطب بزاف كما كتشوفوا كيجي هكا رطب ولذيذ. نتمنى ان شاء الله تجربوه راكم غاديش تندموا. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايك وبارطاجيو باش تعمل فائده وتابونا باش يوصلكم كل جديد. وما بقى غير نقول لكم بالصحه والراحه وغادي نفتح لكم واحده باش تشوفوا كتجي من الداخل ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.